نرجو أن تزيدنا حوله إيضاحا وعلما. بالنسبة إلى زواج المتعة، هل لنا أن ننطلق من عدم تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم له في عدم تحريمه؟ كنت أسأل هذا السؤال، فجوابي أنه خطأ من أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وليس لم يحرمها، فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث عديدة في النهي عن نكاح المتعة، ومن هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة. فأظن أن الجواب واضح، وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك أن الرسول ما حرمه. وسيدنا أنه الشائع للناس أن عمر الخطاب هو الذي حرم هذا. هذا سؤال له جوابه أيضا. ينبغي أن نتذكر قاعدة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا من عنده، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم ولا يحلل، إنما هو مبلغ عن المحلل والمحرم، ألا وهو الله تبارك وتعالى. ذلك لأن التحليل والتحريم هو تشريع، والتشريع ليس لأحد من البشر أن يشرع للناس شيئا من عند نفسه، لأن المشرع إذا صح التعبير هو الله وحده لا شريك له. ولذلك نجد غير ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يحرمون أشياء ويحللون أخرى، فقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أشكل هذا النص القرآني أربابا من دون الله، أشكل على بعض الأصحاب الكرام الذين كانوا في المجلس الذي تلا فيه الرسول عليه السلام هذه الآية الكريمة، وقد كان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية، ألا وهو علي بن حاتم الطائي. فلما سمع هذه الآية يقول في بني دينه النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أرباب من دون الله. لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يفهم الآية كما أراد الله تبارك وتعالى. فهم الآية أربابا يعني خلقوا السماوات والأرض مع الله تبارك وتعالى، لكن الرسول عليه السلام سرعان ما بين له المعنى الصحيح الذي أطاح بإشكاله، فقال له مجيبا بسؤاله إياه: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أريد أن أقول، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يوم القيامة بما فيهم آدم فمن دونه من الأنبياء والرسل، إذا كان سيد الأنبياء ليس له أن يحرم وأن يحلل، وإنما ذلك لله عز وجل،
فهل لأحد دون الرسول عليه السلام أن يحرم ما دام الرسول لا يحرم؟ الجواب لا. الآن لإتمام توضيح السؤال، إذا حرم الله شيئا وبلغناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل نحن نحرمه أم نحلله؟ إذا حرم الله شيئا فما موقفنا؟ نحلله أم نحرمه؟ نحرمه. فأنت مثلا قد تنقل عني تقول فلان حرم المتعة، الأمر بدهي لأن هذا التحريم محرم على بلاغ الرسول عليه السلام الذي وصف في القرآن بقوله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لما حرم عمر المتعة إنما حرمها بناء على تحريم الرسول إياها، ولما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمها من عند نفسه لأنه ليس له صفة التحليل والتحريم، إنما هو من عند ربه تبارك وتعالى. تحريم عمر الخطاب للمتعة هو تنفيذ منه لنص شرعي. نريد بهذا أن نلفت النظر أن تحريم المتعة ليس فقط بالسنة، بل السنة وضحت وبينت تحريم القرآن لها. كلنا يقرأ في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن ربنا عز وجل في هذه الآيات المحكمة قد بين أن لا سبيل للمسلم لقضاء شهوته إلا من طريق من طريقين اثنين لا ثالث لهما: الزواج وتسري. المتعة متعة ليس زواجا، ولذلك أكد الرسول عليه السلام ما أفادته هذه الآية من التحريم. فعمر كان مبلغا عن الرسول بتحريم المتعة، والرسول كان مبلغا عن الله عز وجل بتحريم المتعة. فعل عمر في تحريم المتعة له شبه كبير جدا بأقول الآن على سبيل المجاز بتشريعه قيام رمضان. فإن كثيرا من الناس يتوهمون أن عمر الخطاب هو الذي ابتدع بدعة القيام في رمضان وصلاة قيام الليل مع الجماعة في رمضان، وهو لم يصنع شيئا وإنما أحيا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، حيث ولا أريد أن أطيل الآن إنما قصدت التقريب للموضوع، لا أريد أن أفصل الكلام على صلاة التراويح، لكني أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في رمضان جماعة 3 ليالي، ثم ترك خشية أن تفرض على الناس، ولكنه في الوقت نفسه حض المسلمين على صلاة قيام رمضان جماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الجماعة ثم قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صلى صلاة العشاء مع الجماعة ثم صلى صلاة القيام قيام الليل في رمضان مع الإمام كأنه قام الليل كله. فلو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث الصريح في شرعية صلاة القيام مع الإمام في رمضان ففعل ذلك عمر الخطاب، فهو لم يأتي بشيء من عنده. فكيف وقد انضم إلى هذا القول النبوي في الحض على صلاة القيام
مع الإمام فعله عليه السلام لها ثلاث ليال من رمضان. فإذا عمر أحيا هذه السنة ولم يشرعها من عندي، كذلك عمر حرم المتعة تباع لنبيه ولم يحرمها من عند نفسه، ولعل في هذا